قبل أن نذهب الآن بالفقرات، رعد تحدث بشيء على غاية الأهمية، تحدث أن الأجواء حتى اللحظة شوي حارة. أنا كنت بدي أسأله شوي ولا كثير؟ لا، هو أنا كنت بدي أحكي بالموضوع. صحيح. بديش أزيد الموضوع. هي درجات الحرارة يعني بارتفاع خلال الأيام الماضية، مثل ما تحدثوا الإخوان بإدارة الأرصاد الجوية والأسابيع الماضية، لكن هي أخف قليلا من الموجة الحارة اللي سبقتها نوعا ما. يعني احنا لمسناها. أنا حسب ما شفت درجات الحرارة كانت الموجة الحارة السابقة تتراوح بين 38-39. هلا هالايام بين 36-35. وممكن بالفترات المساء تحديدا والليل يعني في انفراج نوعا قليل بالحاله الجويه وانخفاض درجات الحراره. بخبرنا زميلنا الجمعه انه ممكن الزميل الراصد الجوي من اداره الارصاد عامر خليل معنا الان حاضر بهذه الصباحات الطيبه. اليك الكسندرا. شكرا. اكيد بدنا نصبح على عامر خليل من دائره الارصاد الجويه. كنا عم نحكي انا ومشحم استاذ عامر عن حاله الطقس، ولكن التفاصيل خليها من المصدر تحديدا. خبرنا كيف حاله الطقس راح تكون لليوم والايام القادمه. يسعد صباحك اخت اليكسا والاخ مشحم والمشاهدين الكرام. زي ما تفضلتوا سيطرا انخفاض ان شاء الله تعالى طفيف لهذا اليوم، حيث من المتوقع ان تسجل العظمى في العاصمه عمان 37 درجه مئويه، وهي اقل من يوم الامس حيث سجلت يوم الامس 39 درجه مئويه. لكن مع هذا الاجواء ستبقى حاره في اغلب مناطق المملكه، ودرجات الحراره اعلى من معدلاتها من 5-6 درجات مئويه. وتظهر الغيوم العاليه في سماء المملكه، لكن تخف حدتها مع الساعات القادمه باذن الله تعالى. الرياح لهذا اليوم ستكون شماليه غربيه معتدله السرعه بشكل عام في اغلب مناطق المملكه. لكن ان شاء الله تعالى خلال اليومين القادمين سيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون أعلى من معدلاتها من 3-4 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية العالية، وتبقى حارة في باقي مناطق المملكة. الوضعية هي ستستمر ليومين قادمين إن شاء الله تعالى خلال يومي الجمعة والسبت. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة عمان 37 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية، المرتفعات الشمالية ومرتفعات الشرارة 33-22، البادية والسهول الشرقية 40-26، الأغوار تتراوح العظمى ما بين 40-41 والصغرى 26-28، وفي خليج العقبة يتوقع أن تسجل العظمى لهذا اليوم 40 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية بإذن الله تعالى. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر عامر خليل من دائرة الأرصاد الجوية دائما على هذه النشرة اليومية لليوم وللأيام القادمة. ومثل ما ذكرنا أكد ألكسندرا الأستاذ عامر خليل أنه في انفراج بالحالة الجوية وانخفاض على درجات الحرارة حتى